السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم طلاب الصف الرابع؟ اليوم إن شاء الله رح نستكمل حل التدريبات اللي هي درس بطولات من الأردن. الآن رح نشوف تدريب واحد، طبعا كل تدريب رح يكون بتعلق في قاعدة أخذناها إحنا، رح يكون مراجعة لها. املأ الفراغ في كل جملة مما فيما يأتي بما يناسب من العمود المقابل. الآن في عندي جمل وفي عندي في العمود المقابلها كلمات، رح نملأ الفراغ بالكلمة المناسبة. ألف: كرم جلالة الملك المنقذ فراغ لشجاعته. يدعو المؤمن الله فراغ في كرمه. يواظب المجد على الدراسة فراغ على التفوق. جهز المسافر أمتعته فراغ من التأخر عن موعد الطائرة. يقدم المسلم الأضحية فراغ لله. في عندي رابع في العمود المقابل مجموعة من الأسماء: رغبة، خوفا، تقديرا، طاعة، حرصا. بنلاحظ أنه كلها جاءت أسماء، وكلها جاءت منصوبة، وكلها جاءت جواب عن إيش؟ عن لماذا؟ لماذا كرم جلالة الملك المنقذ؟ السبب: تقديرا لشجاعته. كلها جاءت جواب عن لماذا؟ إذا هاي التدريب راح يكون عن قاعدة إيش؟ المفعول لأجله. وطبعا إحنا أخذنا المفعول لأجله، شو عرفناه يا رابع؟ قلنا هو اسم منصوب يأتي بعد الفعل مبينا سبب حدوثه، ويكون جوابا عن لماذا. خلينا نشوف. ألف: كرم جلالة الملك المنقذ. لماذا؟ ليش كرموا؟ السبب: تقديرا لشجاعته. إذا أنا عند ألف في الفراغ راح أحط يا رابع تقديرا، زي ما شفنا جاءت جوابا عن إيش؟ عن لماذا. يدعو المؤمن الله فراغ في كرمه. لماذا يدعو المؤمن الله؟ رغبة في كرمه. يواظب المجد على الدراسة. لماذا يواظب المجد على الدراسة؟ حرصا على التفوق، راح أحط حرصا. دال: جهز المسافر أمتعته. لماذا جهز المسافر أمتعته؟ خوفا من التأخر عن موعد الطائرة. إذا راح أحط عند دال خوفا. يقدم المسلم الأضحية. لماذا يقدم المسلم الأضحية؟ شو السبب؟ طاعة لله، راح أحط طاعة. إذا بنلاحظ رابع إنه كلها جاءت أسماء منصوبة، وجاءت جوابا عن إيش؟ جميعها جاءت جوابا عن لماذا، وجميعها تعرب إيش؟ مفعول لأجله، منصوب، وعلامة نصبه تنوين الفتح. ننتقل للتدريب الثاني، نشوف شو قاعدة التدريب الثاني. طبعا كله أخذناه بس هي مراجعة. املأ الفراغ أسفل كل صورة بالكلمة المناسبة مما بين القوسين. في عنا هذا، هاتان، هذان، هذه، هؤلاء. الآن هاي كلها إيش يا رابع؟ أسماء إشارة، صح؟ أسماء إشارة، وحكينا إنه أسماء الإشارة هذا للإشارة إلى إيش؟ إلى المفرد المذكر، وهذه للإشارة إلى المفردة المؤنثة، وهذان للإشارة إلى المثنى المذكر، يعني اثنين مذكر، وهاتان للإشارة إلى المثنى المؤنث، وهؤلاء للإشارة إلى لجماعة الذكور والإناث. وحكينا إنه في أسماء إشارة للبعيد اللي هو اللي بنتهي بكاف، بعتبره أنا اسم إشارة لمين؟ اسم إشارة للبعيد، زي مين؟ زي ذلك وتلك وأولئك. ذلك، تلك، أولئك، حكينا عنها إيش؟ للبعيد. طيب خلينا نشوف التدريبات. الآن أنا في عندي صورة
في عندي أمامي صورة، أنا راح أحط اسم الإشارة المناسب لكل إيش؟ لكل صورة. إذا اسماء الإشارة تستخدم الإشارة. الآن في عندي طائرتين، الطائرة مؤنث ولا مذكر؟ طبعا مؤنث صح. لما أجي أنا أشير إلى اثنين مؤنث، شو اسم إشارة بستخدم؟ هذاني ولا هاتاني؟ هاتاني، معناته راح نحط هاتاني في الفراغ، هاتاني طائرتاني، هاتاني طائرتاني. خلينا نشوف الصورة المقابلها. الآن في عندي ملعب، ملعب واحد. أنا لما بدي أشير إلى مفرد مذكر شو بحكي عنه؟ بستخدم اسم الإشارة اللي هو إيش؟ هذا ملعب، يعني مستحيل أحكي هذه ملعب صح؟ هذا ملعب. الآن نشوف اللي بعدي. في عندي جماعة ذكور، أنا لما بدي أشير إلى سواء كان جماعة ذكور أو جماعة إناث شو بستخدم؟ هؤلاء، اسم الإشارة اللي هو هؤلاء أطباء، هؤلاء أطباء. الآن في عندي في الصورة يد واحدة، راح أحكي هذه يد ولا هذا يد؟ طبعا راح أحكي هذه يد. الآن في عندي كتابين مثنى، يعني في عندي مثنى، مثنى إيش؟ مذكر. أنا بدي أشير إلى اثنين مثنى مذكر، شو بستخدم؟ هاتاني ولا هذاني؟ طبعا راح أحكي هذان كتاباني، هذان كتاباني. الآن يا رابع رح نشوف التدريب اللي بعده. سؤال ثلاثة، ضع سؤالا شفويا يبدأ بكيف لكل جملة فيما يأتي على نمط المثال. الآن اللي بيجي جواب عن كيف شو سميناه احنا؟ شو سميناه الحال؟ إذا التدريب هون بتعلق في قاعدة ايش؟ في قاعدة الحال. وعرفنا الحال بأنه هو اسم منصوب يبين هيئة صاحب الحال عند وقوع الفعل، ويأتي جوابا عن كيف. طيب خلينا نشوف التدريب. أنا بدي الإجابة محطوطة عندي، بس أنا بدي أحط إيش؟ بدي أحط السؤال. سقطت أم ماهر مغشيا عليها. الآن بدنا نطلع على كلمة مغشيا، نلاحظ إنها اسم منصوب وجاءت جواب عن كيف. كيف سقطت أم ماهر؟ كيف حالها ما سقطت؟ سقطت مغشيا عليها، بيّنت هيئة أم ماهر اللي هي صاحب الحال عند وقوع فعل السقوط بأنها سقطت إيش؟ مغشيا عليها. الآن أنا راح أعمل في التدريب نفس الشيء، راح أبدأ السؤال بكيف. ألف، استقبل الوزير ضيوفه مرحبا. عندي مرحبا حال صح؟ حال منصوب وعلامة نصبه تنوين إيش؟ تنوين الفتح. راح أحط سؤال، شو راح أحكي؟ كيف استقبل الوزير ضيوفه؟ راح اجي احط في الاخير علامة ايش؟ علامة استفهام. الجواب استقبل الوزير ضيوفه مرحبا، وطبعا مرحبا راح يكون اعرابها حال منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. راح نشوف باء. في عندي ذهب أبي إلى مكة ملبيا. كيف حال أبي لما ذهب إلى مكة؟ حاله أنه ملبيا، معناته ملبيا راح تكون حال منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. إذن السؤال راح يكون كيف ذهب أبي إلى مكة؟ راح نقول ذهب راح تكون كيف ذهب أبوك
إلى مكة، راح تحكي ذهب أبي إلى مكة ملبيا. الآن ملبيا راح يكون إعرابها إيش؟ حال. ملبيا راح تكون كمان حال منصوب، وعلامة نصبه تنوين الفتح. راح نشوف جيم. ظهرت النجوم في السماء لامعة، كيف؟ ظهرت النجوم في السماء، طبعا راح يكون الجواب لامعة، وراح يكون نفس الشيء إعرابها حال منصوب وعلامة نصبه تنوين إيش؟ تنوين الفتح. خلينا نشوف دال. عاد سالم من الحفل مسرورا، بتوضح حال سالم عند عودته من الحفل. كيف عاد سالم من الحفل؟ كيف عاد سالم من الحفل؟ راح نحكي عاد سالم من الحفل مسرورا. هاء، شارك بلال في العمل متحمسا، طبعا متحمسا وضحت بينت صاحب الحال اللي هو بلال عند وقوع الفعل اللي هو المشاركة. كيف شارك بلال في العمل؟ راح نحكي شارك بلال في العمل متحمسا. الآن راح نشوف واو. وقف المعلم أمام الطلبة مشرفا على تدريبهم، السؤال راح يكون كيف وقف المعلم أمام الطلبة؟ راح نحكي وقف المعلم أمام الطلبة مشرفا على إيش؟ على تدريبهم. طبعا كلها راح يكون إعرابها حال منصوب وعلامة نصبه إيش؟ تنوين الفتح. الآن راح نشوف تدريب 4. الفراغ على رمز المثال ثم اقرأ. في عندي مثال رابع، خلينا نقرأه مع بعض. حاول المنقذ العودة إلى الشاطئ لكن الأمواج الغاضبة حالت دون ذلك. الآن أنا عندي لكن من أخوات مين؟ من أخوات إن، صح يا رابع؟ مش أخذتوها إن وأخواتها. الآن لكن أنا بعتبرها حرف، هي إن وأخواتها كلها حروف، حرف ناسخ يفيد الاستدراك. لكن حرف ناسخ يفيد إيش؟ يفيد الاستدراك. وهي من أخوات مين؟ من أخوات إن. قلنا إن وأخواتها حروف ناسخة تدخل على الجملة الاسمية، تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع إيش؟ الخبر، اللي هي عكس مين؟ راح تكون عكس كان وأخواتها. خلينا نشوف، احنا بس راح نحط في الفراغ لكن. ألف، يشاهد باسم برنامج الأطفال فراغ موعد الدراسة قد حان. استدركنا بيشاهد برنامج الأطفال إلا أنه موعد الدراسة إيش؟ قد حان. راح أحط في الفراغ لكن، راح أحكي عنها حرف ناسخ يفيد إيش؟ يفيد الاستدراك. باء، ترغب ولاء في شراء الفستان الجميل لكن النقود معها لا تكفي. طبعا احط في الفراغات كلها ايش؟ لكن، راح احط عنده حرف ناسخ يفيد ايش؟ يفيد الاستدراك. دائما لكن يا رابع حرف ناسخ يفيد الاستدراك. جيم، سجل الطلبة في الرحلة المدرسية لكن العدد تجاوز حمولة المركبة. راح احط في جيم في الفراغ كمان ايش؟ لكن، وراح يكون حرف ناسخ يفيد إيش؟ يفيد الاستدراك. الآن عندك سؤال 5 راح يكون واجب، راح يكون معك واجب يا رابع، إنك توصل بس. صل العبارة بما يتمم معناها على نمط مثالي. ما هي إلا لحظات حتى اختفى الطفلان وراء الأمواج. بدك توصل. ألف، باء، جيم، دال، ما المناسب لها.
يعطيكم العافية.